جماعه عربتها ايه وقود ديغا ساقاشن ايه لبقون او دولور قود ديغا اباراها سوماليا سيلوغو غرقار ددك ايه اباره ساميين سدفا فاين تووركن ايه نوغو ايه يوريها ايه عبدالسا قبدو غادر ونوغو صدري مقالة مقدشو قود ديغا اباراها ايه هير قران ايه مانت العاق قدر كيدو دين ايه ساقاشن ايه لبقون او دولار او لوغو تلقالي ددك ايه اباره ساميين وحاي كلاوريجين وركميدو جماعه عربتها مناسبه لعقتها سيلوغو ريجيني وحا غوبچوكا ها رئيس الوزراء كحجينك دلكا أهنا قدوميها قدق أباراها إهير فدرال محمد عمر عرت غالبة قدوميها كحجينك لبعض إيه برلمان كدولتا فدرال كالصوماليا مهد عبدالله عود سفير كأوروكا جامعة عربتها إيه صوماليا محمد عبدالله يدرس إيو إنت بضن حبنها قدق أباراها إهير فدرال وغورنتي سفير كأوروكا جامعة عربتها إيه صوماليا محمد يدرس أيا ففاين ديرادة كبحية لعقتن أيمان تكوري جنيان قدق أبارها الدولة الفدرالية الصومالية الآن أنا قمت بتسليم الدولة رئيس نائب رئيس الوزراء مبلغ 92 ألف دولار كمبلغ مبدئي من مكتب الجامعة العربية في 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 مقديشو بتوجيه من الأمين العام لجامعة الدول العربية الأستاذ أحمد أبو الغير بأن يسلم هذا المبلغ للجنة المختصة حتى تقابل الحالات العاجلة جدا. رئيس الوزراء كحجينك الدلكة محمد عمر عرتق غالب أهنا قدوميها قد قابرها أيا كم هذا علي لعقتا ما أنت لسوق جارسيي حالي هذا مركي هو رئيسي عدي هو رئيسي نقول سوق رئيسي سدك دقا سدا وشيغي قدومي كحجينك هنا أي تهي ديبتوشين ديبتوشين تاس أو أي دوني يعني إنا لقي بسنان شعبي بودا dad koobos walaalahood maadaama Soomaaliya iyo Soomaalidu ay yihiin dad jaamacada Carabiga kam tirsan oo ka tirsan jaayno dunida Carabta ka tirsan mahad Cabdulla Cawad ayaa isaguna wax u amaanay shaqada ay hayaan gudiga baraha ee heer federaal isaguna soo dhaweeyay go'aankii lacagaha laga qaaday musharaxiinta qayb ahaan lagu taakulaynayo dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan gobolada dalka مدير رئيس وزارة كحجين أديك يو حبناها جودة لمن تين مهضبة لارم بار مقع جودون كقولها شعب ك يو حلو بعنا ده قولها شعب كبعان إديسو كبيرنا وحان سدوا كله حسيت مدن إن قان كي لبضة أقل صوب حي أها وحوي خرش ك أي بحنا يا المشرفينتو إن بقول كي بكمتن وحوي لوجي وها deeqda degdegta ah ee abaaraha ee oo dhan 360,000 in maaragtay gudiga lagu soo simayo ee taaso loogu talagalay in dhig joojin hawl degdeg ah lagu qabto gudiga abaaraha ee heer federaal ayaa maalmihii u dambeeyay waday dadaal dheeraad ah oo ku aadan sidii wax lagu qaban lahaa isla markaana kalmooyin iyo caawinaad lagu geysan lahaa dadka ay abaaruhu saameynta ku yeesheen ee ku dhaqan gobolada kala duwan ee dalka عبد الساق عبد القادر محمد وربه انت SBC مقالة مقدشو